تمت فعاليات دورة الفيفا لمدربي البراعم بإقامة عدد من المباريات الودية التدريبية بمشاركة ما يقارب 100 لاعب من أكاديمية السد وفئة براعم ند. حضر الفعالية عدد من منتسبي الاتحاد الدولي لكرة القدم ومدربي الأندية القطرية للبراعم في الملاعب الفرعية لنادي السد. وكانت الفعاليات دورة الاتحاد الدولي لكرة القدم لمدربي البراعم قد افتتحت أعمالها بمقر إدارة التطوير التابعة للاتحاد القطري للعبة على مدار 7 أيام بمشاركة 32 مدربا. من أهم أهداف الدورة صقل خبرات مدربي البراعم الذين يقع على عاتقهم تأسيس اللاعبين في أهم مرحلة عمرية. علموني اللعب كيف، يعني إذا يجي حد إذا كان في دفاع وأنت كيف تمر منه وكيف تهجم عدل. أتعلم أكثر، وبعد لما أتعلم أكثر أصير ألعب. والكابتن يعلمنا مش بس يعني تلعب كرة، يخليك تستمتع بعد أكثر.